وجدت فيه منابع الرحمات، أدب وعلم في صفاء سريرة، ونقاء صدر دائم الأوقات. أما الحياة كان في ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 1347، فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم نظرا، ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا من الحساب والأدب، ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتم ذلك والحمد لله. ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار، أحدهما الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. ولما فتحت المعاهد العلمية، فتح المعهد في الرياض، أشار علي بعض الناس أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض، فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فأشار علي، وكان ذلك في عام 72 من الهجرة بعد 300 ألف. وهناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قرأت عليه في مقدمة تفسير شيخ الإسلام بن تيمية، وقرأت عليه من صحيح البخاري، وقرأت عليه بعض الرسائل. تخرجت من المعهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة القسم الخاص، وتحولت في سنة 74 إلى معهد عنيزة للتدريس فيه، وصرت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض، وبقيت مدة في معهد العلمي في عنيزة. ثم فتح فرع الجامعة، جامعة الإمام في القصيم، فانتقلت للتدريس فيه. أما بالنسبة لإمامة الجامع، فإنه لما توفي شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام 76 و300 ألف، طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع وأمير البلد خالد بن عبد العزيز آل سليم، أن أكون خلفا عن شيخنا في إمامة الجامع وفي التدريس في المكتبة التي كان شيخنا يدرس فيها، فوافقت على ذلك لما أرجوه من الله سبحانه وتعالى من النفع. وإضافة لتأثر الشيخ محمد العثيمين بشيخه السعدي، فقد تأثر في مسيرته العلمية بعلماء آخرين. ذهبنا إلى مسجد الشيخ في عنيزة، المسجد الذي خلفه في إمامة الناس فيه صهره الشيخ سامي الصقير، الذي سمعنا منه في جنبات مسجد خريزة، المسجد الذي درس فيه الشيخ العثيمين في صغره شيئا عن أولئك الذين أثروا في الشيخ. وممن تأثر بهم الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أثر في حياة الشيخ العلمية من جهة الاستدلال ومقاصد الشريعة والنظر في الأدلة والترجيح. وممن أثر أيضا في الشيخ رحمه الله في مسيرته العلمية الشيخ محمد رشيد رضا، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه تأثر به من جهة التحرر من التقليد والنظر في المذاهب وعدم الاعتماد على أقوال من سبق مجردة، بل يعرض أقوال أهل العلم السابقة على الكتاب والسنة. وممن تأثر بهم الشيخ أيضا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقد تأثر به الشيخ من جهة أخلاقه وبسط نفسه للناس وبذل نفسه لهم. الشيخ عبد الرحمن العثيمين شقيق الشيخ، أتيناه في منزله في الرياض، وقد توسط كتب الشيخ الشقيق، واستند قريبا من بعض رسائله ومؤلفاته، وأبان لنا بعض خصائص الشيخ التي امتاز بها وبز بها غيره. أولا، الخصيصة الأولى أنه أدرك منذ بداياته الأولى في طلب العلم
أن النية الصالحة الطيبة الخالصة لله سبحانه وتعالى أمر ضروري ومهم جدا وأساس متين لطالب العلم. وبعد أن من الله عليه بهذه النية الطيبة الصالحة فتح الله عليه أبواب العلم. ومن الخصائص التي من الله بها على هذا الشيخ هي النشأة الصالحة، فلقد من الله عليه بهذه النشأة منذ بداياته. ولقد أكسبته هذه النشأة أيضا ثقة في نفسه. يؤكد هذا الحديث الشيخ خالد المصلح تلميذ الشيخ وصهره كذلك، ومن استخلفه الشيخ رحمه الله في تدريس التفسير وأصول الدين في الجامع الكبير في عنيزة. شيخنا رحمه الله يسر الله له بيئة طيبة منذ نشأته، فكان في بيت صالح، وكان في بيت له عناية بالعلم وقرب من أهل العلم، وكان لهذا البيت أثر بالغ في نشأته رحمه الله. وعندما اجتمعت التنشئة الصالحة والنية الصالحة وطلب العلم على أيدي العلماء الكبار، كان هذا إيذانا ببزوغ الشيخ ونبوغه وبدء مرحلة أخرى من مراحل حياته، هي مرحلة التعليم والتدريس، والتي امتدت طويلا. وذكر لنا شيئا من ملامح هذه الفترة وسماتها تلميذه الشيخ الدكتور أحمد القاضي. وقد جلس رحمه الله للتدريس أول مرة في حياة شيخه سنة 1371 ولما يبلغ 25 من عمره، وهذا يدل على تمكنه ورسوخه في العلم. وقد كان الشيخ رحمه الله باذلا نفسه للعلم مع الصبر والتحمل حتى مع ندرة الطلاب أو قلة وجود الطلاب. فحينما توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تولى التدريس بعده، وكان الذين يحضرون عند الشيخ في تلك الفترة بقية من طلبة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فبدأوا يتناقصون. ما كان عنده طلاب قليل، 1 2 3 4، مرة ما حضر، دخل الشيخ المكان الدرس ما حصل إلا كتاب طالب حجز به، يعني بس وضعه يعني إعلاما أنه سيأتي أو أنه راح وسيرجع فقط. فقعد الشيخ يقرأ القرآن حتى جاء الطالب وعمل له الدرس، هذا من قديم. ثم بعد ذلك تكاثر الطلبة وتوافدوا على الشيخ رحمه الله من جميع الأقطار ومن جميع الجنسيات، حتى بلغ الطلبة في بعض الدروس إلى نحو 500 طالب أو أكثر من ذلك. ظل شيخنا رحمه الله يدرس على مدى 50 عاما، نصف قرن، فما بين أول درس عقده سنة 1371 إلى آخر ما جادت به نفسه المتعبة المريضة في ليالي شهر رمضان المبارك من عام 1421، 50 سنة بالتمام والكمال. وطوال هذه العقود مر عليه العديد من طلاب العلم. هذا العدد الكبير من طلاب العلم الذين توافدوا على الشيخ وسكنوا واستقروا جواره نالهم من الرعاية والاهتمام ما جعلهم يطيلون البقاء ويرجون من شيخهم المزيد. ابن الشيخ الأكبر عبد الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الخيرية وشقيقه عبد الرحمن أمينها العام حدثانا إذ زرناهما في المؤسسة عن أمور كثيرة من بينها عناية الشيخ بالطلاب. كان رحمه الله تعالى حريص على طلبة العلم في الجامع، كان حريص جدا، وحتى أنهم كانوا يشاركوننا هؤلاء الطلبة في الشيخ. فمثلا لو سافرنا في سفر مثلا نجد أنه إذا قطع السفر فهو يقطعه ليعود إلى الطلبة. من عناية الشيخ الله يرحمه بطلاب العلم الموجودين في جامعة بعنيزة أنه هيأ لهم سكن يعني يتوفر فيه جميع يعني الأمور من إعاشة، وكان يصرف لهم الله يرحمه مكافأة شهرية. كان الشيخ رحمه الله شديد العناية بتحصيلهم العلمي،
وشديد العناية بترغيبهم في الاستمرار وتهيئة السبيل الذي من خلاله يدركون العلم. كان يخرج بهم أحيانا إلى استراحة، وكان يسبح معهم ويقول ألقوا فلانا في البركة مثلا، وكان له أيضا جلسات معهم في السكن غير قضية طلب العلم وغير قضية التدريس، يعني يسمع أحوالهم وأخبارهم وحاجاتهم ويسعى في قضائها. ومن سبر أحوال الشيخ رحمه الله وجد أنه يحرص حتى على طلبته، بل وعلى طلبة طلبته، بل تحس من حياته أو من كلام الشيخ معك الحرص العظيم على طلب العلم وعلى تعليم العلم وعلى تزكية العلم. هكذا رأى الشيخ أحمد الحواشي الشيخ العثيمين، وكان قد التقيا وتدارسا في مسجد الشيخ في محافظة خميس مشيط وفي منزل الشيخ أحمد، ووصف لنا تلك اللقاءات والمدارسات العلمية حينما أتيناه في المدينة المنورة حيث يقيم. بينما في الرياض ذهبنا للدكتور محمد العوهلي الذي درس في مرحلة مبكرة من عمره عند الشيخ العثيمين في مسجده بعنيزة، وحدثنا عن أبرز ملامح منهج الشيخ العلمي. كان يحرص كثير على أصول الفقه والقواعد الفقهية، وكان يذكر لنا أن معرفة أصول الفقه تساعد كثيرا في معرفة المسائل التي لم يعرفها الإنسان، لا يعرفها الإنسان. كان رحمه الله تعالى حريصا على التأصيل والاستناد على الدليل وسلامة التعليل، وكان يحث طلابه على ذلك. وأنا أقول هذا المنهج استفدته منه رحمة الله عليه حتى في دراستي العلمية في كثير من الأمور التي يعني تحتاج إلى ضبط وتأصيل وتقصي لأصول الأشياء حتى يمكن الإنسان أن يقيس عليها. لاحظت أن الله من على الشيخ بذلك الفقه العظيم، أنه جعل الهوى في كفة، العقل في كفة والهوى في كفة، فرجح العقل بالهوى، فعلى الشيخ وعلى وجعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وحسب ما أعرفه أنه لم يكن يرضى أن يتكلم بأي عالم من العلماء في مجلسه، سواء كان في الدرس أو حتى أيضا في المناسبات الاجتماعية، لو حتى بطريقة بعيدة فيها غيبة أو فيها تنقيص من أحد، وخاصة من العلماء أو ولاة الأمر. وكان حسن الصلة بولاة الأمر، يناصحهم سرا ويمحض لهم النصح، وكان على صلة بهم يزورهم ويزورونه. كان رحمه الله تعالى حريصا على أن يتبع منهاج السلف الصالح، فكان يكره الفرقة والاختلاف والمجادلة بغير الحق، وكان حريصا على تأليف القلوب وجمع الكلمة. أيضا من الأمور التي لا يريد أن يكون فيها مخالفة لعرف أو رأي سائد، أنه كان، وأذكر هذا جيدا، أنه يقول إذا الإنسان درس مسألة ورأى ووصل باجتهاده إلى أنه يخالف مذهب الراجح، المذهب مثلا أو رأي راجح، فإنه يعيد المسألة مرة أخرى ويدرسها من جديد بطريقة غير الطريقة اللي درس فيها الأولى. كما كان رحمه الله يحرص أيضا على وحدة طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ويحذر من التصنيف والتنابز بالألقاب، ويدعو إلى جمع الكلمة والبعد عن الخلاف والشقاق. وكان من جملة ما يحرص عليه الالتقاء بعموم المسلمين، فيفرح بلقاء المسلمين في مكة وفي المدينة وفي كل مواطن الاجتماع بهم. يسرني هذا لأن اللقاء بين الناس يجلب المودة والإلفة، ويعرف الإنسان ما عند غيره ويعرفون ما عنده، ويحصل بذلك النظر في بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث ومناقشة.
يعرف جيدا كل من عايش الشيخ وعاصره كثيرا من تفاصيل شخصيته وأخلاقه وصفاته. الشيخ رحمه الله من سماته البارزة أنه كان إماما في الزهد، وكان زهده رحمه الله في نواحي عديدة، زهده في ملبسه، زهده في مركبه، زهده في مسكنه. عاش ردحا طويلا من عمره في بيت طيني متواضع كبيوت مواطنيه. كنا في البيت الطيني ونقول حنا، لأن الناس بعد الطفرة بنوا بيوت وطلعوا وسكنوا في فلل وكذا، كنا نقول يا أبوها غدنا نصير مثلهم وكذا. فكان يقول يبدأ عاد رحمه الله تعالى يعدد لنا مميزات بيت الطي، تلقون أبرد من هالبيت، تلقون أنفه من هالبيت، تلقون بيت كل الغرف تدخل الشمس، تلقون. فطبعا هو يعدد هالأشياء هذه، وهو أصلا ما عنده نية أنه يطلع، لأنه يرى أنه هالبيت يكفي والحمد لله. وفي ذلك البيت زاره الملوك، زاره الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، وزاره خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وزاره خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ابان كان وليا للعهد، وكان يستقبلهم في بيته وعلى هيئته دون أن يغير شيئا سوى ما يتطلبه المقام من الإكرام والترحيب بالضيف. ولم يوافق على الخروج أصلا إلا لما تزوجت أنا. فلما تزوجت كان البيت طبعا ما يتسع لنا، فكنا نقول له عاد يلا يا ابو عشان انا بتزوج ودنا يصير عندنا بيت عشان نسكن جميع. فاقتنع الله يغفر له ويرحمه، وقمنا ببناء البيت هذا اللي الان الوالده الله يحفظها موجوده فيه، وخرجنا اليه. هذا منزل الوالد الله يرحمه، سكننا فيه من عام 1409 إلى أن توفي الله يغفر له ويرحمه عام 1421. خروجه ومشيه للمسجد يا شيخ كان معه الطريق ولا؟ لا، بالغالب أنه يطلع مع الباب الشمالي. ممكن أن نروح للجهة الشمالية؟ لا ممكن. هذا هو الباب الشمالي للبيت الوالد الله يرحمه، واللي كان يطلع معه للصلاة يوميا، يعني كان يروح ماشي لكل الصلوات، الفروض الخمس كلها، كل الفروض الخمس. كنا بعيد شفناه المسجد. اي نعم، تقريبا يجي له حوالي كيلو تقريبا من البيت، يروح طبعا ماشي وايضا يرجع ماشي. وهذا من عام مثل ما تفضلت 1409 سكننا في البيت هذا الى 1421 وفاه الوالد الله يرحمه. الله يغفر. من هالباب، من الباب هذا. والباب هذاك له علاقه بالبيت ولا؟ الباب هذا سلمك الله هو باب الملحق اللي كان يسجل فيه برنامج نور على الدرب. اللي يذاع في اذاعه القران الكريم مع الشيخ عبد الكريم، مع الشيخ عبد الكريم المقرن. نعم. الله يرحمه الشيخ عبد الكريم المقرن، عاد الله يعافيه. شيخ عبد الرحمن شوي عنده ظرف صحي واعتذر منه، ولا كان ودنا يكون معنا على اساس انه يحدثنا عن بعض ذكرياته مع الشيخ، ذكرياته الاعلاميه وذكريات نور على الدرب على وجه الخصوص، لكن الله يشفيه ويعافيه. من جميل اخلاقه رحمه الله البساطه والتواضع، كان بسيطا في ملبسه، في مسكنه، في منطقه، في ماكله ومشربه، يبغض التكلف بجميع صوره، ويتضايق من المتشدقين المتفاصحين، ويحب البساطة والصدق في جميع الأمور. وهذه الصفة لا تخطئها العين في سلوك الشيخ رحمه الله، سواء كان ذلك في ملبسه أو كان ذلك في مشيته أو كان ذلك في هيئته أو كان ذلك في معاملته أو كان ذلك في تعاطيه مع الناس، وقوفه مع
الصغير والكبير وسلامه على من يمر عليهم. كان الشيخ رحمه الله مدرسة في التواضع، يعني يدعوك بسمته ومظهره قبل أن يدعوك بلسانه، وهذه من العلامات البارزة للشيخ، ومما ينبغي لكل من طلب العلم أن يطبقها وأن ترى عليه حتى ينفع الله تعالى به وبعلمه وبحياته. ومن تواضعه أيضا، من تواضع العلماء، أنه حينما نال جائزة الملك فيصل العالمية كتب في كلمته التي ألقيت نيابة عنه، فقال رحمه الله تعالى: وأني لأشكر الله تعالى أن حظيت بنيل الجائزة هذا العام عام 1414 المبنية على ما وصفت به من خدمة الإسلام والمسلمين، على ما وصفت به من خدمة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند ظن إخواني، وأن يجعلني من الصالحين المصلحين، وأن يجزي عني إخواني الذين أحسن الظن بي خير الجزاء. والذي يميز هذا التواضع الذي كان سمة من سمات شيخنا رحمه الله أنه تواضع فطري لم يكن متكلفا. منذ أن رأيت فضيلته وسماحته، فإذا بسماحة الإسلام وفضائل الإسلام تشع على محيا وجهه، والله سبحانه وتعالى جعل القلوب مخازن، فإذا خزن العبد فيها خيرا فإنها تظهر على أسرة وجهه. من السمات البارزة في سلوك شيخنا رحمه الله البشر والبسمة، وهذه كانت لا تغيب عن محياه، يدركها كل من يلقاه، سواء كان ذلك في الشارع أو في المسجد أو في المكتب أو في سائر لقاءاته، فكانت الابتسامة تعلو محياه رحمه الله. كان ذكيا، كان لماحا، كان شديد التنبه للتصرفات والكلمات، كان رحمه الله سريع التصور للمسائل التي تلقى عليه، كان صبورا، كان دؤوبا رحمه الله، لم يمل ولم يكل. فمن ذلك صبره على هذه الوظائف الدينية والرياسات الشرعية من الإمامة والخطابة والتدريس والوعظ. مما لمسته أيضا رحمة الله عليه أنه كان محتسبا في جميع أموره وفي جميع أوقاته، في بذل وقته، في بذل نفسه، في جاهه. ومن صفاته رحمه الله الرحمة بالضعفاء والمساكين والأطفال. رحمة الله عليه كان بسيطا ويحفظ الود، وأيضا يحترم الآخرين، وأيضا يعامل الناس على قدرهم. كان الشيخ رحمه الله يعظم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان شديد العناية بفهم القرآن وترجمته في العمل، وكان قدوة في كل شيء، وحرصه على السنة عظيم، حتى أنه كان إذا رجع من السفر ودخل بلده عنيزة ما يذهب للبيت، يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، فإن وجد المسجد مغلقا بحث في البلد كلها حتى يجد مسجدا مفتوحا ليصلي فيه ركعتين. الشيخ رحمه الله كان صاحب عبادة، وهذه العبادة تبدو في ملاحظ عديدة من حياته، ففي صلاته ترى صلاة خاشعة، صلاة متأنية، صلاة فيها من التعظيم والإجلال والطمأنينة ما يجعل المؤمن يسكن قلبه لهذه الصلاة ويطمئن. وكان يطيل في صلاة التراويح ويتأنى فيها في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده. حتى لما أما الناس في الحرم المكي في مكة المكرمة وأمهم في المسجد الحرام، يعني أظن أمهم في ليلتين أو في ثلاث أو في أربع ليال في هذه الفترة، يدلك حتى أن الشيخ رحمه الله كان يطبق سنة التراويح. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وعرفه الناس في مقتبل عمره وأثر السجود في محياه،
مما يدل على مثاثنة الأسحار وطول القيام، وكان لا يخل بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا أدركته لمدة طويلة. كما إنه رحمه الله كان كثير الحج والعمرة يتابع بينهما، فمنذ عام 1392 وهو يشارك في موسم الحج بالدعوة والتعليم والفتية، ولم ينقطع عن هذا أبدا منذ ذلك التاريخ فضلا عما سبقه من حجات. وأما العمر فلا يكاد يحصيها إلا الله عز وجل. أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات، أمضى الحياة مربيا ومجاهدا حتى بنى صرحا من الحسنات، أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات. شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان إماما في دعوة الناس وبذل الخير لهم، وهذا تلحظه في جوانب عديدة. الجانب التعليمي جانب واضح وبين، لكن حتى في الجانب الوعظي والدعوي لم يكن الشيخ رحمه الله مقتصرا فقط على الجانب التعليمي، بل كان رحمه الله يلقي المحاضرات ويشارك في الندوات. وكان الشيخ رحمه الله يدل على أهل العلم حتى يعرفهم طلاب العلم ويسألونهم ويستفتونهم وينزلهم منازلهم. وقد أتيته، يعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قبل أن يتوفى وهو مريض بمكة، فقلت له: يا شيخ محمد، لا ندري من يموت قبل الآخر، إن عشنا بعدك نستفتي من في الفقه، مسائل الفقه؟ فأطرق وقال: الناس عندهم معلومات، لكن أين الفقيه؟ فقلت له: نريد أسماء. ففكر ثم قال: اسأل الشيخ صالح الفوزان فإنه رجل فقيه وصاحب دين، وهذه شهادة نسجلها للتاريخ. ثم أيضا أثنى في الفقه والفتوى على الشيخين عبد الرحمن بن ناصر البراك وعبد العزيز الراجحي. ومن الخصائص التي من الله بها على الشيخ أنه رحمه الله تعالى قضى حياته في العلم والتعلم ونشر العلم والتدريس والإفتاء، فكان يفتي في المسجد ويفتي في الطريق ويفتي خلف المذياع ويفتي في الهاتف ويحرر فتاوى بنفسه وبقلمه، حتى أنه أحيانا يجلس في الطريق ويحرر. ولما كان الشيخ يعلم ويعلم خيركم خيركم لأهله، كان المبادر إلى أن يكون خيره لأهل بيته قبل أن يكون للآخرين. يذكر لنا ذلك ابناه عبد الله وعبد الرحمن اللذان يكبران 3 أشقاء و3 شقيقات، ويستظلون عطف ونظر والدتهم التي يذكر ابناها وصفا لعلاقة الشيخ بها وبالأسرة. منذ أن كنا صغارا كنا نراقب هذه العلاقة، كانت علاقة محبة ود وئام. لم نسمع في يوم من الأيام رفع صوت من الوالد على الوالدة أو شيء من هذا القبيل. حتى بعد ما كبرنا كان رحمه الله نلمس منه ويحسسنه بفضل الوالدة عليه في بداية طلبه للعلم، عندما كان يتعب في طلب العلم وينشغل عنها كثيرا، قدر لها هذا رحمه الله تعالى وأشعرنا بهذا التقدير. وهي أيضا رسالة أخرى. كذلك رحمه الله بعد أن انشغل وزادت أعماله واتسعت رقعة المنتفعين بعلمه وأصبح طوال اليوم مشغول، لا ينسى أن يقدر للوالدة ذلك، اهتمت وحملت جزء كبير من رعاية الأبناء، وأيضا متابعة مصالح وأشياء تتعلق بالشيخ رحمه الله، مثل كثرة رحمه الله زواره ضيوف، كانت لا تتبرم، بالعكس كانت تفرح. أيضا الوالد رحمه الله كان يقدر الوالدة يعني تقدير كبير جدا، وكنا نلاحظ هذا يعني في جوانب كثيرة، كان يحترمها وكان دائما يعني ينبه على أنه
لابد من احترام الوالدة وتقديرها، ولابد من يعني البر بها والعناية بها. فكانت رحمه الله تعالى مثال لخدمة الوالد، وكان هو مثال أيضا لتقدير ذلك، إضافة إلى أنه كان يستشيرها في كل ما يتعلق بالأسرة. لابد أن يرجع للوالدة، لو أردنا شيء وهو ما عنده الخلفية الكاملة يقول استأذن من الوالدة ولا اسألوا أمكم. كان يحرص أيضا، هذه ناحية مهمة جدا، على أنه يصطحبها في أسفاره ما سمح ذلك يعني. فكانت ترافقه في سفراته، وكنا نرافقه أحيانا حنا وأحيانا لا. فكان مثال ولله الحمد، مثال يحتذى في علاقة الزوج بزوجته. كان الوالد رحمه الله يحرص غاية الحرص على الاحتكاك بالإخوان والأسرة بشكل عام، فكان قبل ما أنه يعني تكثر مشاغله وارتباطاته يحرص على أنه يخرج معنا برحلة بر كل يوم جمعة. بعد صلاة الجمعة، بعد ما يجي من الصلاة، تكون الوالدة مجهزة لنا الغداء ونخرج احنا وياه إلى البر. لأي طارئ يصيب أحد الأبناء يهتم كثيرا ويتابع، حتى بعد ما تزوجنا وأتى له أحفاد رحمه الله تعالى، كان يتابعهم، كان يحرص على 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 جميع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأحفاد. إذا مرض أحدهم ما نعرف إلا الوالد جاي عندنا بالبيت يطمئن على أحد الأبناء. أيضا الله يرحمه، كان بعد ما أنشأ الأخ عبد الله استراحة له في عنيزة ووضع فيها مسبح، فكان الله يغفر له يرحمه يطلع معنا ويسبح معنا ويعودنا على بعض الحركات، حركات السباحة القديمة اللي كانوا يمارسونها. نقطة مهمة جدا أيضا، أن الوالد رحمه الله كان يريد أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء، يعني لا يتدخل إلا في آخر لحظة، يعني إذا لم يجد أو أحس أنه فعلا يجب أنه يصير معنا نجده رحمه الله تعالى قريب، لكنه يترك لنا الموضوع حتى في شؤون الدراسية، حتى يوم كبرنا كان يترك لنا نواجه المواقف بأنفسنا ولا 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 يتدخل يعني. أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات، لكن إذا لامست عنق فؤاده وجدت فيه منابع الرحمات. أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات. في بداية شهر 3 من عام 1421 كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعاني من بعض الأشياء، منها كان ضعف النظر، فكنا بداية الإجازة الصيفية، فغادرنا للرياض مع الوالد الله يغفر له ويرحمه، وذهبنا إلى فحص نظر الشيخ في المستشفى، في مستشفى الحرس الوطني. فبعد أن فحصنا العيون، بعد فحص العيون أذكر أن الوالدة الله يطول عمره لزمت علينا بالحيل، قالت الوالد عنده شيء ثاني، ما هو بالموضوع موضوع العيون، ليتكم تفحصونه فحص كامل مدام أننا جينا، لا تخلونه يرجع إلا إحنا فحصين. فلزمنا عليه وقال أبد أنا ما بي شيء الحمد لله، أشياء عارضة بسيطة، فلكننا صرينا أننا نرجع والحمد لله نفحص ولا. فعدنا المستشفى من الغد واكتشف وجود خلايا سرطانية لدى شيخنا رحمه الله، وشاع الأمر شيئا فشيئا وضاقت صدور محبيه وتأثر الناس لذلك. نحن صدمنا حقيقة، لأنه لم يخطر على في بالنا أبدا. وكانت الصدمة الأخرى أيضا أنه كان منتشر، ولكنه رحمه الله كان رابط الجأش
كان رحمه الله متماسكا، لم يغير شيئا مما كان يجري عليه، حتى إن ذلك وافق وقت الدورة الصيفية التي يعقدها سنويا، فلم يخل بها ولم يغير شيئا ولم يظهر عليه نوع جزع أو تضجر، رحمه الله رحمة واسعة. إن الشيخ رحمه الله كان تعاطيه مع الحدث الذي نزل به والمرض الذي أصابه تعاطي الشخص المؤمن بالله تعالى الراضي بقضاء الله جل وعلا الصابر المحتسب، ولذلك لم يقطع الشيخ رحمه الله من نشاطه شيئا بعد أن علم بمرضه، مع أن المرض مخوف ولم يكن مرضا معتادا، بل واصل مسيرته رحمه الله في تعليمه وفي سائر مناشطه. بدأت الاتصالات عليه تكثر والضغوط، والخادم الحرمين الملك عبد الله، كذلك الأمير عبد العزيز بن فهد، الأمير سلطان، بدأوا يضغطون عليه باتجاه السفر إلى الخارج. كان يرفضه، يقول الحمد لله عندنا مستشفيات وعندنا كذا. وأذكر أننا كنا نحاول يعني كثيرا، منها موقف من المحاولات أنا لا يمكن أني أنسى هذا الموقف. دخلت عليه ضحى أحد الأيام وكان جالس في مكتبته يكتب، هو يجلس على الأرض ويرتكي على رجله ويكتب، كان يتقهوى الضحى. دخلت عليه وقلت له يبوها الحمد لله خلنا نروح ونشوف هناك، يمكن يصير التشخيص مختلف، يمكن يصير نفس التشخيص لكن عندهم علاج لا يمكن توفره هنا في المملكة، غدينا نروح. لا أنسى الرد اللي ردوا علي، يعني كان يتقهوى ويوم اني قضيت متكلم، عادة يخليك تتكلم لما تقضي، لما تنهي كلامك ثم يعطيك. فبعد ما انتهيت من كلامي لا أنسى ناظرني كذا من خلف النظارة الطبية اللي كان يستعملها للقراءة والكتاب، فقال لي وأنا أبوك هذا مرض يكتبه الله على الإنسان، وهذا مرض أصاب ملوك وأصاب أمراء وعلماء ووزراء وكبار وصغار ولم يستطيعوا معالجته. فالحمد لله أنا عشت أكثر من عمر الرسول 11 سنة، أسأل الله أن يصير فيها بركة. حقيقة ما قمت على طول غدرت الغرفة، لأني عرفت أن الرجل هذا مطمئن تماما، يعني وحنا اللي مصابين وليس هو اللي مصاب. فلما كان في 27 من شهر ربيع الثاني ألح عليه ولاة الأمر وفقهم الله إلى أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مزيد من الفحوصات، عسى الله عز وجل أن يأذن بالشفاء. فاستجاب لذلك موافقة لهم وفعلا للأسباب. وصلنا إلى مدينة بوستن، وعندما جلسنا وصلنا ذكر بعد المغرب، صلينا المغرب والعشاء جمعنا، وبعدها جلسنا نشرب الشاي ونسولف حنا والوالد وكذا. قال يلا اتصلوا لي بالمركز الإسلامي. قلنا احنا متفقين اننا ما نتصل ونحاول اننا نصير محدودين، يعني ما قال لا بد ان نتصل شو ابيعيننا الله. فمجرد طلب الشهاده لا بد اننا نتصلنا على المركز الإسلامي. فمجرد ما عرف المركز الإسلامي في المدينة وإلى بجميع حقنا المركز يجون إلى الفندق، ثم بدأ يتسع الخبر، ففوجئنا بأن الفندق يمتلئ. خلال تلك المدة حاضر وخطب الجمعة وأفتى الناس في المراكز الإسلامية في أمريكا. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض أكمل يضلوك عن سبيل الله فالعبرة بالحق وإن قل سالكوه. نعم. بعد أن تم تشخيص المرض للوالد الله يرحمه، قرر رحمه الله العودة إلى المملكة لتلقي العلاج، فرجع بعد 10 أيام في أمريكا. كان رجوعه إلى الطائف نظرا لأن هناك اجتماع لهيئة كبار العلماء،
فحضر الشيخ رحمه الله الاجتماع، ثم بعد حضور الاجتماع ذهب إلى مكة وأقام فيها نحو من أسبوع وما أشبه ذلك، ثم رجع إلى بلده عنيزة وأما الناس في الصلاة الخمس وخطب الجمعة وصلى صلاة الاستسقاء، وكان آخر صلاة صلىها الشيخ رحمه الله في أول شعبان سنة 21 و400 ألف. ثم غادر عنيزة موطن عزه ومرتع سباه ودوحة علمه إلى غير رجعة. ثم بدأ مراحل العلاج في الرياض، وكنا نذهب الحقيقة للعلاج كل صباح، وكان الوالد الله يغفر له يعني يلتقي بمحبيه دائما في الرياض أثناء فترة العلاج. وبعد يعني اشتداد المرض قرر الأطباء ضرورة أنه يرقد في المستشفى، فجلس في المستشفى تقريبا حوالي 20 يوم من آخر شهر شعبان إلى تقريبا 10 رمضان في المستشفى التخصص في الرياض. وبعدها رغب الله يرحمه أنه ينتقل إلى مكة كعادته كل سنة. ثم لما وصل الشيخ رحمه الله إلى مكة أدى مناسك العمرة، وكان ولاة الأمر وفقهم الله قد أعد له مكانا خاصا في المسجد الحرام، فمكث فيه وكان يلقي فيه الدروس، يلقي الدروس وهو على فراشه بعد صلاة التراويح ويتلقى الأسئلة من الناس. في بعد الدرس يوم 28 رمضان كان رحمه الله تعالى وضح عليه أثار التعرق وتعب وكذا، فالطبيب اللي معنا قال لابد أننا ننقله إلى غرفة عناية مركزة، هذا يوم 28 بالليل. فقلنا هذا الرأي الطبي توكلنا على الله، قلنا له يبا لابد أننا ننقلك إلى غرفة عناية مركزة متابعة الحالة وإن شاء الله كل شيء زين. فأخذناه بسيارة الإسعاف إلى جدة المستشفى التخصصي في جدة، وأجري له ما يلزم من الفحوص، فرغب الشيخ رحمه الله أن يرجع. كان اليوم 29، فقلنا له يبه الآن يمكن بس إن شاء الله العيد خلاص انتهى الشهر، وأنت إن شاء الله الحمد الشكر كملت الشهر ودرست إلى آخر ليلة في الشهر. فأصر أنه يرجع، قال أبدا ما انتهى الشهر أنا أريد أن أرجع باقي ليلة. حتى إنه قال لبعض أولاده إذا لم يتيسر سيارة من المستشفى فاستدعي لنا صاحب أجرة نركب معه للذهاب إلى مكة، مع كون حالتي في غاية التعب فهو منقول على سرير، وأنا رأيته وكنت معه رحمه الله في هذه الفترة. ويحمل إلى المسجد الحرام والمؤذيات في يديه وفريق طبي معه. حملنا الشيخ إلى مكانه ووضعناه في السرير، وحتى يجعل في غرفة من شدة ما بالشيخ، ثم يصلي الفريضة، ثم يصلي النافلة، ثم يصلي القيام، ثم يقول هات المكبر، مهتم بالدعوة إلى الله. فكنا نبعد نضع الجهاز إذا كان يلقي السؤال للخبر الرحمن، ثم نبعد الجهاز التنفس ليجيب الشيخ. فألقى درس رحمه الله في 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 تلك الليلة، كان درس ليس الدرس فقط اللي تستمعه لكن الدرس اللي تراه. وكان آخر عهده بالتعليم تدريسه في المسجد الحرام ليلة 30 من رمضان عام 1421. ألقى الدرس كما لم يلقيه من قبل، كان أفضل من كل الليالي السابقة. فبعد أن انتهى الدرس وانتهينا وكذا وشلنا الميكروفون وكذا، قال كنتم ستحرموننا من فضل هذه الليلة، الحمد لله الذي أتم علينا رمضان. ففعلا كان عنده إحساس أو ظن داخلي أنه لن يكون غدا العيد، فأصر على أن يرجع ليدرس في تلك الليلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين
من شهر رمضان المبارك عام 2021. والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك وبما تيسر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده، مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. بقينا في يوم الثلاثين في مكة ويوم العيد، وكان بعد صلاة الفجر يوم العيد طلب أن يلبس ثياب جديدة ولبسنا الغترف، قال انزلون من السرير، أنا اليوم العيد ولازم نفرح. بعدها بحدود التاسعة العاشرة صباحا شعرنا أنه بدأ يتصبب عرق، وشعرنا أنه بدأ يجاهد ليأخذ نفسه. يعني حق العناية المركزة اللي معنا حاول أنه يعطيه الأكسجين وحاول أنه يحسن وضع التنفس، لكن قال خلاص لازم نغادر الآن إلى العناية المركزة لازم. فقلنا الحمد لله، الآن الدكتور يقول لابد أن نذهب إلى المستشفى. قال الحمد لله الآن انتهى الشهر وهذا اللي كنت أرجوه من الله سبحانه وتعالى. مشينا فنقلناه فورا للمستشفى التخصصي بجدة، ودخل العناية المركزة لمدة تقريبا 3 أيام. بعدها يعني استقرت حالته نوعا ما وخرجنا إلى غرفة عادية. كنا نسمع أحيانا يتنبه من النوم ثم يبدأ بقراءة قرآن. بعدها أيضا بدينا نشعر أنه كأنه يلقي درس، يتكلم بكلام كأنه يشرح شيء معين ثم يقول فهمت، أنت فهمت. يعني هذا كان يوضح أنه مرتبط في التعليم، يحب أن يبذل نفسه في التعليم. ويوم 15 شوال وبعد ما صلينا الظهر بدأت يعني أو شعرت أن الوالد منهك ومرهق بشكل كبير، يعني حتى أني أسأله بعض الأسئلة تكون إجاباته غير مركزة. فاتصلت بالدكتور مباشرة وحضر واطلع على وضع الوالد وبلغني أنه أن الوالد يبدو أنه في مراحله الأخيرة. وبعد صلاة العصر يعني تحديدا حوالي الساعة 6:45 توفي الله يرحمه. ويعني كانت الحقيقة لحظات صعبة جدا جدا حقيقة. لا أستطيع أن أصف اللحظات أو الوقت الذي مر من وصولنا إلى المستشفى إلى أن تمت إجراءات الدفن وكذا، لأن الإنسان كان في وضع صدمة شديدة. ومن الغد بعد صلاة الظهر بدأنا في تغسيله وتجهيزه. الذي حصل في ثاني يوم أنه غسل الشيخ رحمه الله وكنت ممن شارك في غسله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر له وأن يرحمه. طبعا يعني موقف فيه صعوبة يعني وشدة أن تكون أن يكون الإمام العالم الذي تلقيت عنه وصحبته لفترة يعني فترة ليست باليسيرة بين يديك تقلبه وتغسله، لكن هذا قدر الله وهذه سنته في خلقه وهذا ما أجراه جل وعلا في سيد الخلق وفي أشراف الناس. ثم صلى عليه المسلمون يوم الخميس التالي لوفاته في جمع حافل ومشهد عجيب، تقاطر الناس إليه من جميع أنحاء الأرض وشهدوا تلك الجنازة ودعوا له، ودفن في مقابر العدل غير بعيد عن شيخه وصاحبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع، وجمعنا وإياكم بهم
في مستقر رحمته ودار كرامته. قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع. قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع. ما كان يفجعنا الممات وإنما بعد الحبيب عن الحبيب المفجع. يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع. يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع. ودعتنا يوم الرحيل وكلنا يوم وإن طال الزمان نودع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما ينتفع به. من أعظم ما تركه الشيخ وبقي بعد موته هو علمه وما نشره من العلم، فإن الشيخ رحمه الله علمه انتشر بين الناس عن طريق الكتب والرسائل التي ألفها وعن طريق الدروس التي سجلت عن طريق الأشرطة. وترك الشيخ رحمه الله تراثا كبيرا يربو على 70 كتابا، ما بين كتاب كبير من عدة مجلدات ورسائل صغيرة في موضوعات معينة، كما أن الساعات المسجلة لفضيلته تربو على 5000 ساعة. لئن مات جسد الشيخ فإن علمه لم يمت، بل هو حي في الناس اليوم، وها هم عاكفون على دروسه وأشرطته المسجلة، فهم يتناقلونها ويكتبونها ويشرحون الكتب عليها، ويستفيد منها الخطبة وطلاب العلم والعلماء والمفتون والناس في أصقاع الأرض على شبكة الإنترنت وغيرها، وتحمل وتنقل وتنسخ وتسمع. فهو باق بعلمه، حي بوراثته للنبوة ونشرها بين الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يلحق الشيخ بسلف عباده الصالحين. أسأل الله الذي استجاب دعوة الخليل حينما قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني مورثة جنة النعيم، أن يلحق الشيخ بذلك الركب. وأسأل الله الذي استجاب له واستجاب لحفيده يوسف حينما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن يلحق الشيخ بالصالحين وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع. قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع. ما كان يفجعنا الممات وإنما بعد الحبيب عن الحبيب المفجع. يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع. يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات
ودعتنا يوم الرحيل وكلنا يوم وإن طال الزمان.